السلام عليكم. اليوم جاء الدور لولاية غردايه لنتعرف على المستشفى الجامعي لولاية غردايه إذن، والذي يقع ببلدية بنورة، والذي تقدر سعته ب240 سرير. ونشوف حسب الصور أنه يعني نسبة تقدم الأشغال به يعني جد متقدمة، فما بقات إلا ندخلوا في المرحلة تاع التجهيز نتاع المستشفى هذا. وإذا هانئا للشعب الولاية تاع بغردايا، والمزيد إن شاء الله بالنسبة للولايات الأخرى اللي بقات مازال لم تنطلق فيها الأشغال نتاع المستشفيات الجامعية نتاعها، إن شاء الله يكون فيها خير من المستقبل. وكل هذه المستشفيات ذات 240 سرير تعم جل ولاية الوطن. نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.